ليك مواسم كتير قوي كانت ناجحه وانت يعني وانت بتلعب في النادي الاهلي. اكتر موسم بتحبه ايه او اكتر موسم انت شايفه ده مش بس ناجح قريب لقلبي انا؟ هقول هختار موسم 2005. اشمعنى؟ لان في موسم 2005 احنا خدنا البطوله الافريقيه وخدنا السوبر الافريقي وخدنا الدوري وخدنا الكاس، يعني خدنا 5 بطولات في 2005، وتم اختياري احسن لعيب داخل القاره في افريقيا، يعني احسن لعيب في دوري الابطال مع النادي الاهلي، وبرضو كان تم اختياري احسن لاعب في افريقيا عامه جائزه البي بي سي، ودي كان اول لاعب مصري ياخدها عندنا. بعد كده خدها ابو تريكه طبعا ومحمد صلاح، ولكن يمكن انا كنت اول واحد. فكل ده حصل في 2005، عشان كده دايما بقول ان 2005 هي كانت سنه اللي هي سعيده، في زي ما انت بتقولي سنين كتير حلوه، ولكن هي طبقه يعني 2005 نقول 2005 وش السعد. 2005.